السادسة من العاصمة طرابلس. أهلا بكم. دعا فضيلة المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دعا الذين هم على رأس السلطة أن يتقوا الله في المحاصرين في بنغازي وأمثالهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها، ممن يقاسون من تألب الظالمين من بني جلدتهم عليهم. فضيلة المفتي وفي مقال له حذر المفسدين من التربص بالمستضعفين بقتلهم وتهديدهم بالسجن والخطف وبالسخرية منهم وتسليط جند إبليس عليهم ونعتهم بالخوارج والتشدد والتكفير وحتى بالجهل والتخلف. وأكد فضيلته بأن من اختاروا أن تعيش بلادهم مدنسة محكومة بمن سلطه الأجنبي عليها فقد ملكوا عدوهم أمرهم بسبب فرقتهم واستسلامهم له، ولو تبتت قلوبهم وتنورت بالحق وكانوا صفا واحدا مع إخوانهم لكان لهم وللبلد شأن آخر. قال العقيد سالم البراوي الناطق باسم عملية غضب الصحراء: إنهم تأكدوا من عدم خروج طيران عسكري من حقل الفيل النفطي لقصف القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب. البراوي وفي تصريح للتناصح قال: إنهم تأكدوا من ذلك من خلال بعض المصادر، نافيا بذلك تصريحاته السابقة عبر التناصح التي قال فيها إن الطيران الحربي الذي استهدف القوة الثالثة في الجنوب كان قد خرج من حقل الفيل النفطي وفق تعبيره. أكدت لجنة دعم ثوار بنغازي وأهاليهم التابعة لكتيبة رف الله السحاتي على استمرار تصديها لانقلاب حفتر سياسيا واجتماعيا وعسكريا. اللجنة وفي بيان لها الثلاثاء دعت ثوار ليبيا وأبناء بنغازي خاصة إلى النفير العام والالتحاق بثوار المدينة ممن يقاتلون في محور وسط البلاد، مؤكدة استمرار دعمها لثوار بنغازي وأهاليهم. وأعربت اللجنة عن شكرها للثلة الصابرة من الثوار الذين كسروا حصار قنفودة وفكوا معاناة العائلات العالقة بعد أن خذلهم القريب والبعيد حسب وصف البيان. قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تأمل في أن تطلع على خطط واشنطن في ليبيا، وذلك خلال المحادثات التي ستجري مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيريلسون. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ما جاء في تعليق قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه نتيجة للتدخل العسكري لدول حلف شمال الأطلس في ليبيا، فقد بدا البلد على أرض الواقع مقسما كما العراق وفق تعبير البيان. أرجعت الشركة العامة للكهرباء الانقطاعات التي شهدتها المدن الليبية أرجعتها إلى استمرار قفل صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس الغازية وكذلك العوامل الجوية أمس الاثنين. شركة الكهرباء في بيان لها الثلاثاء أوضحت أن استمرار قفل خط صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس تسبب في توقف المحطة بالكامل وفقد 700 ميجاوات، مهيبة بالجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة قفل الإمدادات التي أدت لاستمرار برنامج طرح الأحمال. وأضافت الشركة أن العوامل الجوية وما صاحبها من أمطار غزيرة أدت إلى حدوث مشاكل فنية في محولات الوحدتين الغازيتين بمحطة كهرباء الخمس، مؤكدة الانتهاء من صيانة وتنظيف العوازل بالمحطة. مشاهدينا انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.